أبقى عندي حل هادشي. ماما غير تهدني شوية وسيسي مع بابا حتى يسني على الوصية واخا؟ عييت عييت أبنتي، عييت من التحزار وعييت من الكلام الحلو، ما بقيت عارفة شنو ندير مع باباك. هادشي ديال صالح ما عجبنيش. أجي نتا يا مهدي فين ميا؟ جو سي با، قلت لها صباح في التليفون ما جاوبتنيش. وفقصني فقصني حتى انت. اسمع المهدي، الا ما جمعتيش راسك والله حتى نجيب لها شي عريس. هادشي بزاف. واش بزاف اخالتي؟ ما فهمتش. غادي نمشي ندير الكرده المية في العنق ديالها ونقول لها خصك تجاوبيني في التليفون بزز منك. اصلا ميا عايشه في عالم اخر، ما مسوقاش ليا هي كاع. وصالح جاها من موراك دوخه بجوج كلمات، جوج كلمات، وانت ملي كتعيط لها في التليفون ما كتجاوبكش. وانا اش بغيتيني ندير اخالتي؟ هي حره في حياتها، الا بغات تجاوبني تجاوبني، ما بغاتش تجاوبني كاع لا تجاوبني. داكشي كله اللي بدني في حياتي غادي يمشي. ماما عافاك غير تهدني شويه، عافاك طلعي لبيرتك وتحي، انا غادي نلقى الحل. واخا غنلقاو الحل. مهدي انت تهدن شويه واخا، ماما كتبغيك بحال ولدها، داكشي علاش بغاتك تتزوج ببنتها باش تضمن بلاصتك في العائله. واعره هادي دابا انا باش نضمن بلاصتي في هاد الفاميلا هادي خصني ضروري نتزوج شي وحده منكم. مهدي غنسولك وجاوبني بصراحه، واش كتبغي شي وحده اخرى؟ داكشي علاش ما قادرش تقرب اكثر من ميا؟ هي كتبغي وحده اخرى وما قادرش تنساها. كنبغيها وما نقدرش ننساها. دابا الدون خوان ديال لافاك كيبغي شي وحده وما قادرش ينساها. شوفها بعينيها وما نتيقش. تنموت عليها. عمرني ما نسيتها، وعمرني ما خرجتها من دماغي، وهاد الاستوار طولت معايا. هادي استوار ديال 16 عام. هي اختارت راجل اخر ودارت معاه الولاد، ولكن انا عمرني ما نسيتها. كنمشي نشوف وجهي في المرايا وكنسول راسي واش نقدر نعيش بلا بها ونساها. كلك جواب واحد كيدور ليا في دماغي.